عملت في مجال تمكين المرأة ضد العنف الاقتصادي، وعملت مع بعض النساء مجهولات النسب الذين يتعرضون لعنف نفسي وعنف جسدي وجميع أنواع العنف الأخرى. الأردن وقعت على اتفاقية سداو، لكن استثنت إعطاء الجنسية من الأم إلى الأطفال، واستثنت المساواة بين الرجل والمرأة في قدرة المرأة على التوقيع على إجراء عملية في مجال الصحة للأطفال أو السفر. وهناك ممارسات أخرى لها علاقة في جرائم الشرف وتخفيف العقاب للأب أو الأخ أو الزوج، وهناك تغيير كبير يحصل على أرض الواقع في هذه التشريعات. أنا أعتقد أنه هذا المؤتمر فرصة رائعة لتقديم يد العون بين الأردن وتونس، والتعلم من الخبرة التونسية ومشاركة الخبرة الأردنية للوصول إلى آلية من خلالها نستطيع أن نصل إلى صوتنا في الحكومات من أجل الدعوة والتوقيع على هذه الاتفاقية، بدعم من حكوماتنا ومن جامعة الدول العربية ومن مؤسسات أخرى. Our efforts represent 8 years of frontline women's rights activists coming together, calling for nations to create the global treaty. So we're at a point right now where we need nations, a small group, maybe 10 nations, to come together and get the whole world to come together to create a new global standard to end violence against women and girls. So that global standard would include strong laws, a training and accountability for police, judges, doctors, nurses, services for survivors, and prevention education. But you can only get these things done with more funding. Right now, funding globally for an end to violence against women and girls is only about 11 cents per female on Earth. You can't buy a bottle of water anywhere on Earth for a woman for 11 cents. This is not serious funding. This is not serious effort. So we want to see more money to the tune of a dollar per female on Earth or $4 billion a year, and metrics-based reporting so we can actually track government actions to end violence against women and girls. Mais aussi, ça sera l'occasion pour aussi les organisatrices de cette conférence. الائتلاف مكون تقريبا من 8000 امرأة من مختلف دول العالم، 128 دولة في العالم جزء من هذا الائتلاف، وعنا تقريبا 8 سنوات نشتغل على مشروع اتفاقية دولية أو معاهدة دولية لمناهضة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم. هذا المشروع مهم ومهم جدا، هذا مشروع متكامل، هذا مشروع ينظر إلى كل الخطى التي يجب أن تقوم بها الحكومات لإنهاء العنف ضد المرأة في العالم، بما في ذلك إصدار القوانين، تكوين الشرطة، تكوين القضاة، تكوين الأطباء، الممرضات، تكوين المجتمع بصفة عامة لمقاومة الفكر الذكوري والعنف ضد المرأة. ثم هذه الاتفاقية ستكون ملزمة للدول الماضية عليها، لأنها ستقوم برصد ومتابعة مدى تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع. On s'est rendu compte, il y a, ça fait plus de 30 ans, mais un rôle de leader pour devenir. Voilà donc, on a...